تفاعل جميل وطيب والحمد لله، والله ينصر الدولة ويعز ملكنا وولي العهد وولي ولي العهد، والحمد لله الشعب يعني تباشر بخير وتفاءل بخير والملك أكرم. طبعا أول شيء ما هي غريبة على أبو فهد ملك الحزم، وثاني شيء يستاهلون جنودنا البواسل، وهذه يعني هذه زيادة من تصاعد زيادة في الاقتصاد، الحمد لله والشكر أول شيء. ثاني شيء يستاهلون جنودنا أبو واسل، وما غير ولا هي غريبة على أبو فهد. قالت لي صدت البارح حقيقة أثلج صدور المواطنين، كانت مفرحة جدا، ابتهج المجتمع السعودي بصفة عامة بمثل هذه القرارات التي جت في الوقت المناسب. أبارك للشعب السعودي الكريم هذه المكرمة الملكية من قائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي حقيقة أفرح المواطنين وأفرح العسكريين قبل المدنيين بهذه الأوامر الملكية الكريمة، فهو استفشار واستهلال لأبنائنا وبناتنا أيضا الطلاب والطالبات بتقديم الإجازة قبل أيضا رمضان، فهذا أسعدهم كثيرا. أول شيء نسأل الله العزيز الكريم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ولي عهده ولي عهده لما في صالح الشعب السعودي والأمة الإسلامية كافة. استقبلنا صراحة الأوامر الملكية بكل رحابة صدر وفرح وسرور، خاصة بعد إعادة البدلات، وأيضا تفاعلنا بأمر وزارة الخدمة المدنية ومكافحة الفساد. هذا الشيء اللي حنا نرجوه ونطلبه من أي قطاع حكومي أنه يفعل ويواكب شيء المراد. أكيد سعيد، الحمد لله، نحمد الله ونشكره على هذه الأوامر الملكية التي أسعدتنا وأفرحتنا. والله هذا شيء لا يستغرب من ملكنا سلمان الله يطول بعمره ومن ولاة أمرنا، وإن شاء الله نطمح بالمزيد والمزيد، والآن أنت شايف فرحة الشعب، وهذا شيء ما هو مستغرب طبعا، وإن شاء الله أن بلدنا بخير وولاة أمرنا بخير، وننتظر المزيد والمزيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يدوم الأمن والأمن علينا. القرارات هذه يعني الحمد لله نفعت المواطنين وفرحتهم ونشتهم، وخصوصا جنودنا بواسل اللي على الحدود الحمد لله وشكر لهم، يستاهلون أكثر من ذلك، بعد يستاهلون أكثر من ذلك الحمد لله. أيضا فرح وسرور لإخواننا العسكريين الذين في الصفوف الأمامية، جزاهم الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن ينصرهم عصر المعجلة. أول شيء غريب على ملك الحزم الملك سلمان الله يطول بعمره، والبدلات ترجيح أن يستهلون جنودنا البواسل على ترجيع البدلات ويستهلون الراتبين بعد. الله يطول بعمره ولا هي بغريبة عليه، ويستهلون جنودنا البواسل وقليلة والله في حقهم، والله يخليه ويطول في عمره ويجز اللسان عن الكلام. والله الأوامر الملكية أفرحت جميع أبناء الوطن السعودي، جميع الموظفين، جميع مدنيين وعسكريين، جميع الطلاب شعروا بالسعادة، وكلنا نرفع أيدي الكف والضراعة لخادم الحرمين الشريفين بطول العمر وجميع ولاة أمورنا، بأن يمد الله في أعمارهم ونحفظ لنا وطننا الغالي. نشكر حكومتنا ونشكر ملكنا ونشكر البطانة التي حواليه التي تسعى جاهدة إلى توفير الرفاهية للمواطن سواء بدلات أو غير بدلات، وحنا مع الحكومة قلبا وقالبا، ويجب أن نشكر، يقول لإن شكرتم لأزيدنكم، نقول الحمد لله في نعمة لا يعلمها إلا الله، والحساد اللي حوالينا كثار ولكن الله ينصرنا عليهم إن شاء الله. والله إن شاء الله أن من صالح الشعب السعودي، وأبو فهد بإذن الله ما قصر والله، رجع البدلات وإن شاء الله أنه صالح الشعب السعودي. بالنسبة للمكرمة اللي هي للحد الجنوبي، المساهمين في الحد الجنوبي المرابطين، هذه صراحة يعني تعبر عن اعتزاز وفخر المواطن السعودي وحكم القيادة في الاهتمام بشعبها وبالفئة الغالية علينا الذين هم دفاع وسند للوطن. والله نحمد الله ونسأل الله أن تكون في صالح الوطن والمواطنين جميعا إن شاء الله، شيء مفرح وشيء إن شاء الله يعيد الفرح البعض من افتقدها يعني في الفترة اللي فاتت. يعني نشكر قيادتنا الرشيدة على رأس الملك سلمان الله يحفظه ويطول في عمره، أثلجت صدورنا صراحة،
طبعا إشكالية كانت مع الطلاب، أبناء الطلاب على الدراسة في رمضان واختبارات، ويعني الموضوع شاق عليهم، يعني صلاة تراويح وعبادة فكانت الأخبار صراحة الأوامر الملكية أثلجت صدور جميع المواطنين. فرحنا الحمد لله بفرح شديد، ونحمد الله على حكمة قيادتنا الرشيدة، هي كانت يعني همها المواطن في الدرجة الأولى، والحمد لله تفاعلنا معه، فرحت الأسرة، فرحت المجتمع، فرحت الطلاب في المدارس، كانت يعني صراحة لا توصف. بصراحة كانت قرارات رائعة بالنسبة للمواطن طبعا، وغير مستغربة من قيادتنا الرشيدة. سلمان الحزم دائما ينظر للمواطن كأنه جزء لا يتجزأ منه، وهذا شيء أسعد المواطنين. قرارات أثلجت صدورها وأبهجت النفوس بالسرور حقيقة، يعني أتت في وقت الناس محتاجة لشيء يفرحها في هذا الوقت. الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء ما هو غريب على حكومتنا الرشيدة والقيادة ما شاء الله، وجدا مبسوطين. الحقيقة قرار حكيم من قيادة حكيمة، ولا شك أن هذا يعطي الشعب انطباع عن هذا القائد الحنون على شعبه، وأكيد لها أثار إيجابية اقتصادية واجتماعية على المواطنين، وعمت الفرحة أرجاء الوطن بهذه القرارات الحكيمة. كنا في غاية السعادة والسرور في استقبال القرارات الملكية التي صدرت مساء البارحة، أول القرارات الرائعة جدا اللي هو العلاوات والبدلات ورجوعها لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك الراتبين لمنسوبي القطاع العسكري المتواجدين في صفوف الأمانية في عاصفة الحزم، كذلك الاختبارات وتقديمها قبل شهر رمضان، وكلها قرارات رائعة جدا. فبارك الله تعالى في خادم الحرمين الشريفين وأمده الله بطول العمر، وكذلك ولي عهده وولي عهده.